مين فينا ينسى شخصية بسة في ليالي الحلمية؟ مرتضى في أبو العيلة البشري، حسن بطاطا في أرابيسك، وخوليو في سلام يا صاحبي. الفنان الكبير محمد متولي حاضر معانا النهارده من ريحته بناته سمر ويمنى. سمر مساء الخير. مساء النور. ازيك يا يمنى؟ الحمد لله. ازيك سمر؟ انت بتمثلي وشك من النوع المألوف. ربنا يخليك. يمنى بعيد عن المجال ولا يعني لحد دلوقتي بعيد عن المجال. لحد دلوقتي بمعنى ايه؟ في نيه؟ في نيه لو جت فرصه مناسبه يعني. لتمثيل ولا اخراج ولا؟ لا ممكن تمثيل. تمثيل. لكن في حياه الفنان الراحل محمد متولي ما حدش فيكم مثل؟ يعني سمر متهيألي انا مثلت. لا انا مثلت وهو كان عايش يعني. اول ظهوري كان في مسلسل فيفا قطاطا. يعني احنا دايما كنا بنروح معاه التصوير كل لوكيشن يعني كل عمل كنا بنروح معاه مره او مرتين على حسب بقى. ففيفا قطاطا قررت ان انا هطلع. بس كان مرحب بان انت تمثلي ولا ما كانش؟ كان خايف في الاول يعني، خايف في الاول، قال لي سمر تاريخي مش عايز ان هو يتدمر، الاقي مثلا انا بتكسف او حاجه، فقال لي لا انا خايف يعني. خايف عليكي ما تسديش يعني، ما بقاش يعني قد تاريخه يعني. لكن مش خايف عليكي من الوسط؟ لا لا خالص، هو هو ربنا كويس جدا. وكان يعني لغايه ما احنا اتخرجنا من الجامعه، هو بعد كده بقى نعمله اللي انتوا عايزينه عادي. فهو ده كان هدفه، ان احنا نخلص الجامعه بعد كده عايزين بقى تمثلوا واعملوا اللي انتوا عايزينه، وانا خلاص ربيت وعملت رسالتي بس. طب بما اننا في بدايات السنه الجديده، انا عارفه ان هو كان في السنه الجديده ليه طقوس خاصه جدا، نعرف منكم. هو مبدئيا كان دايما يحب يشتري اجنده جديده للسنه وتبقى لونها اخضر عشان تبقى بيتفائل بسنه خضراء، عشان يبقى السنه لطيفه بالنسبه له، بيبقى متفائل بيها. وبيكتب بقى ادعيه في اول صفحه ويكتب اعياد ميلادنا. يكتب ادعيه في الصفحه في اول صفحه ويكتب عند اعياد ميلادنا احنا الاربعه يعني انا ومامي وبابي وسمر. يكتب كل سنه وانت طيبه يا وفاء مثلا لمامي، كل سنه وانت طيبه يا يمنى يا سمر، وليه هو برضو بيكتب لنفسه عشان لما يجي عيد الميلاد لو هو في التصوير او حاجه ما ينساش يعني. يبقى برضه قال لنا يعني، يبقى انا قلت لك اهو في الاجنده عشان لو نسي يبقى عمل بس عمل يعني. احنا قبل التصوير بقول لك شخصيه بيستا في ليالي الحلميه من احب شخصيات الفنان محمد متولي لقلبي. قلت لي هو اوصانا ان احنا نتفرج على ليالي الحلميه. هل كانت شخصيه بيستا من احب الشخصيات لقلبه برضه؟ جدا كانت المفضله. وقال لكم اتفرجوا على ليالي الحلميه، ما كنتوش شفتوها؟ معقوله ما كناش شفنا الاجزاء كلها؟ اصل هي كذا جزء، خمس اجزاء، وفي جزء قريب اتعمل الجزء السادس. بتقولوا لي كان بياخدنا مع التصوير، تفتكروا الكواليس بتاعت ليالي الحلميه مثلا كان؟ لا خالص ما كناش موجودين اعتقد يعني، ما كناش اتولدنا. هي من اول حزمني ده اكتر حاجه احنا فاكرينها. ما كنتوش اتولدتوا ايام ليالي الحلميه؟ كواليس حزمني هي اللي معانا يعني، اللي قاعدين بيتفرجوا من جيلي، احنا بقينا خلاص من بتوع الزمن الجميل. لا انت صغيره. طب تفتكروا ايه كواليس ايه يعني، كنتوا تحضروا معاه ايه؟ حزمني دي اول ذكرى من المسرحيه. حزمني ده البدايات خالص، خلي بالك من زوزو. بابي كان بيعشق سعاد حسني يعني، بيقول لي بالنسبه لي كان بداياته وكان مع سعاد حسني، فكان مبهور جدا. طب البدايات خلي بالك من زوزو كان اول دور، كان تاني دور بعد فيلم كان اسمه انتسال. كان برضو عامل. طب نتكلم عن البدايات، عن البدايه. هو من زمان انا عارفه ان هو درس في كليه علوم مظبوط، وخريج دار علوم. دار علوم مع معهد فنون مسرحيه، الاثنين مع بعض. ازاي الاثنين مع بعض؟ كان بيعشق الفنون المسرحيه وهو في نفس الوقت دخل دار علوم، وكان عايز يطلع مدرس لغه عربيه اصلا في الاول. بس درس حصه واحده في المدرسه وبعدين قال لا انا مش شخصيتي، انا عايز ابقى ممثل. فهو فاتجه للتمثيل. البدايه كانت ايه بقى؟ في المدرسه كان بيحكي لي، وفي الجامعه دايما في المسرح، دايما في مسرح المدرسه، مسرح الجامعه. كان على ما افتكر كان هو في جامعه القاهره، وكان استاذ يحيى الفخراني في جامعه عين شمس في نفس الوقت ده. فكان بيقول لي كنت انا بعمل مسرح الجامعه هنا وهو كان في عين شمس. كان بيحكي لنا حاجات عن كان بينهم صداقه؟ كان كان بيحبه جدا جدا. وفي نفس الوقت عملوا مسرح مع بعض يعني، وهما ما شاء الله بحجمهم طبعا دلوقتي. اللي هو الطيب والشرير والجميله. الجميله كانت سوسن بدر. كانت مسرحيه حلوه قوي. وبابي كان الطيب. بابي كان الطيب، واستاذ يحيى كان ساعتها عامل دور الشرير. هو عمل كل الادوار، الطيب والشرير والخبيث يعني، عمل كل الادوار. لكن من الادوار اللي علقت قوي مع الناس دور خوليو في سلام يا صاحبي. جدا. كان بيحكي لكم ايه عن الدور؟
هو اصلا يعني الناس دايما يندهوله في الشارع يا خوليو على طول، يعني من ساعه ما اتولدت لحد ما بابي توفى كان دايما يندهوله خوليو وبطاطا. هو مصطفى دايما بطاطا كان في أرابيسك. يعني مصطفى بطاطا في ارابيسك اكتر. هو رايه في سلام يا صاحبي بالذات الفيلم ده ان هو مهما اتعاد هيفضل برضو الناس تحبه، وهيفضل برضو الناس تتفرج عليه، عشان يعني احنا دايما بنتفرج عليه حتى لو اتعاد مليون مره واحنا حافظين كل حاجه، وبنضحك برضو على الافيهات، وبنضحك على اي حاجه بتتقال، او بنتاثر لما حتى في الاخر بيتوفى. والله كل الاعمال اللي هو شارك فيها يعني المرحله دي كلها مهما بتتعرض، حتى المسلسلات، مش بس الافلام. سمر انا عايزه اسالك، بما ان انت بتمثلي حاليا وفاهمه موضوع التحضير للدور والتجهيز ليه، بابا كان بيجهز للدور ازاي؟ بصي، هو دايما كان في الاول بيقرا كويس قوي، يعني بيقرا دوره مره واثنين وثلاثه، يقعد يقرا كتير، ودايما كان بيحب يقطع مثلا جمله، يعني دايما كنت بلاقي الجمل كلها محطوط عليها الحاجات، التقطيعات هيقف فين. دايما ده اللي انا برضو استفدت منه في مذاكرتي انا، ان انا بيكتب فوق الجمله هو حاسس منها ايه، يعني مش شرط ان هي شعوره في يعني هنا انت زعلان، هنا انت ليه، انت ازاي تعمل كده، يعني بينفعل قوي مع الدور وهو بيقرا وبيكتب انفعاله، عشان لما يجي بعد كده يصور يبقى فاكر انفعاله كان ايه. ده غير طبعا دماغه بقى. كده بتعملي زي دلوقتي؟ بعمل كده، بعمل كده من زمان، من اول ما هو اتعلمتي تاني ايه في المجال منه؟ اتعلمت ان الدراما ليها يعني، او المسلسلات ليها اداء، والفيلم ليه اداء تاني. يعني انت ممكن في المسلسل تبقي ممكن الاداء بتاعك يبقى عادي، ممكن يبقى مثلا لو هنتكلم في الرياكشنز، رياكشنك مثلا ممكن يبقى احيانا يعني تركزي فيه قوي في الرياكشنز، ان هي تبقى قويه وواضحه. الافلام او السينما ما ينفعش تبقي رياكشنك كتير واوفر، عشان ده الشاشه بتاعت السينما غير الشاشه بتاعت الدراما، يعني الكادر نفسه بيكون مختلف، فما ينفعش تبقي اوفر مثلا رياكشنز على السينما. عايزه اداء اخف شويه عن المسلسل. وده غير المسرح برضو، ده يعني غير في المسرح لازم تبقي اوفر علشان انت بتوصلي الناس اون ذا سبوت لاخر حد قاعد في المسرح، لازم يبقى سامعني ولازم يبقى شايف كل الرياكشنز. ده غير طبعا الاذاعه دي برضو، يعني هو كان بيعلمنا حتى انا ويمنى، مش شرط ان احنا نبقى ممثلين، ان احنا كل حاجه بتتعمل ازاي. هو عايز يعلم بناته ايه الحاجه اللي بتتعمل، ايه هو بيعمل، ايه كل حاجه ليها اداء. طب كان بيحب الاذاعه جدا. احبطتوني جدا بان انتوا مش من الجيل اللي يوعى على ليالي الحلميه، وانا اللي من الناس القدام يعني. لا حضرتي اخر جزء ولا بس حاجه، بس الجزء الاخير السادس انا حاسه اليمنى. قولي لي يعني، كان متحمس للجزء السادس ولا ما كانش جداً حابب فكره ان هم يعيدوا؟ لا خالص، ده كلهم كانوا متحمسين جدا. اللي شارك طبعا من يعني اللي كانوا موجودين ساعتها ان هم يشاركوا، كانوا كلهم متحمسين ان هم يعملوا الجزء ده، عشان بيرجعوا بيه لذكريات شويه الخمس اجزاء. بس طبعا الخمس اجزاء يعني انا ما شفتهمش كلهم، بس الناس بتحكي عنهم طبعا حاجات طبعاً جميله جدا. جزء كبير ده غير مصطفى بطاطا برضه، طفولتنا كلها مصطفى بطاطا. هو كان في تطور في شخصيه حتى ليالي الحلميه، يعني في شخصيته، في شخصيه بسه، من اول ما هو كان لسه بيبدا يلم. يعني هو دايما كان بيقول لنا ده، ان هو كان ابتدا من الصفر جدا، وبعد كده وصل. هو كان بيتلون على حسب المجتمع، يعني هو دلوقتي كان في المجتمع دنيته ايه دلوقتي، يعني همشي مع اللي يكسبني. هو ده بس يعني في الاخر، حتى كان في العصر الاخير ده كان هو تبع الاخوان، فهو يعني اللي هو كان اي حاجه انا ماشي معاها، يعني انا ماشي مع هي الشخصيه. كانت الجميل اللي فيها ان هي لو عملت لها 10 اجزاء مش هتزهقي منها. طب حسن بطاطا، مصطفى بطاطا، مصطفى بطاطا في عربيسك، انا عارفه ان الناس تاثرت جدا بشخصيه مصطفى بطاطا جدا. ما كانش في مواقف بتحصل مع المعجبين الناس لما بيشوفوه في الشارع او كده ليه علاقه بالشخصيه دي؟ لا، هو بغض النظر ان بابي كان بيتقال له بطاطا لحد ما توفى برضه، خولي وبطاطا دول اكتر اتنين اكتر حاجه علقت مع الناس. وبسه بس مش كتير قوي زي خولي وبطاطا. كان في مصطفى بطاطا كان هو عامل دور محامي طيب قوي بيربي كتاكيت في مكتبه. الناس من كتر تعاطفهم مع الشخصيه بقوا يبعتوا لنا قضايا على بيتنا،
بالورق بالحاجات بالورق بالقضايا بالمذاكره بكل حاجه عشان بابي يترافع عنهم في المحكمه. اللي هو الناس من كتر ما هي يعني اتحدت مع الشخصيه بتاعت بابي قوي في المسلسل. شخصيته في الحقيقه كأب كانت قريبه للشخصيه دي. طيب جدا. يمكن ده كان سبب لنجاح الشخصيه تفتكروا؟ هو كان بينجح في الطيب وفي الشرير. يعني في الرايه البيضاء كان محامي شرير ووحش جدا. العكس. شرير جدا جدا والناس صدقته برضو. فهو بابي كان بيحب يعمل الحاجه وعكسها. ما يحبش ابدا يتصنف، مش كوميديان مش تراجيدي مش... لا هو كله كل الالوان. يعني كان دايما شخصياته فيها خفه ذل معظمها كوميديا تشفع بس تشفع لشره. بالظبط.